معنا الآن السيد ألبرت مانيرو، الرئيس التنفيذي لشركة حلول بلا حدود. أهلا بك معنا عبر سكاي نيوز عربية سيد مانيرو. اليوم من خلال مناقشاتكم ضمن هذه القمة والمحاضرات التي قدمت، إلى أي حد هناك حلول تسهل حياة المجتمعات تؤمن لها فعلا تنمية شاملة ومستدامة؟ نعم، لقد كان مثيرا أن أكون هنا وأن أتحدث، وتحدثنا مع المجتمع الدولي وتمكننا من رؤية الحكومات وهي كيف تتحرك معا للنظر في كيفية حل مشكلات مثلا المعوقين. نحن نعمل في مجال طبعا تقديم الإعانة الطبية للمعاقين وفخورون جدا بمشاركتنا. في الجانب الطبي والصحي، إلى أي حد هناك تطوير إيجابي بعلاج الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة إذا صح التعبير أكثر موضوع الإعاقة في مجتمعاتنا، وتسهيل اندماجهم وحياتهم اقتصاديا واجتماعيا؟ أحد أهم الأشياء التي تعمل عليها شركتي هي ببناء طبعا ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد للأطفال، وحتى نزيد من الإنتاج ونخفض تكاليف الرعاية الطبية، وخاصة في الولايات المتحدة. بالطبع نحن نتطلع إلى العالم، هناك العديد في مناطق الأزمات العالمية ويعتمدون مثلا على الأرجل والأيدي الاصطناعية. نحن نأمل أن نتعامل مع الحكومات والمجتمعات المحلية حتى نهيئ لهم الظروف المناسبة ونقدم لهم حتى يحققوا مستقبلا أفضل لهم ولبلدانهم. الطباعة ثلاثية الأبعاد تغير وتحدث ثورة في العالم الطبي، وخاصة بموضوع الأعضاء البشرية وزراعتها وإيجاد حلول كما يعني تعمل شركتكم لذوي الاحتياجات الخاصة. هل تطبيق هذه الطباعة ونشرها في العالم سيكون سهلا برأيكم؟ نعم، طبعا أملي هو بأننا سنوسع هذا عالميا، وخاصة لأولئك الذين هم بحاجة ماسة وخاصة في المناطق التي فيها معاناة إنسانية. فكان هناك مثلا زلزال في هايتي، وكانت هناك العديد من تعرضوا لبتر أعضائهم، وبعثنا إليهم المساعدات وغيرها. وهذا يسمح أيضا لنا بأن نصنع بسرعة، وحتى طبعا من دون التكاليف العالية التي تحدث وطبعا لهذا الجانب من التكنولوجيا وتطورها جانب تمويلي واقتصادي ربما سيكون باهظا، وانتشاره لن يكون بهذه البساطة. فتمويل هذا الموضوع، من يؤمنه؟ من يدعمه؟ طبعا العمل الذي ما قمنا به هو بخفض التكاليف بنسبة 99% مقارنة بالأمور الطبية التقليدية. هذا يعني طبعا بالنسبة للأطفال كان ناجحا للغاية، حتى نسمح لهم بانطلاقة جديدة في حياتهم. تكاليفنا حوالي $350، وطبعا هو ليس مكلفا للغاية. ونحن نأمل بأننا مع المجتمع الدولي ومع الحكومات المحلية والشركات والأخرى والمجتمعات المدنية سنكون الفرق التي يمكن أن توسع شبكتنا العالمية. وهنا ضرورة أيضا لتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، فهل تلمسون إيجابية في هذا الإطار؟ نعم، بكل تأكيد. في الإمارات مثلا، ريادة الإمارات بجمعها لكل هؤلاء القياديين هنا والذين يستطيعون التأثير في العالم وفي دولهم، هذه خطوة عظيمة إلى الأمام. وأنا كما قلت حينما تحدثنا مع الشراكات وخلال جلستي هنا يوم الأربعاء، سأكون سعيدا بتقاسم تجربتي مع كل الدول في الشرق الأوسط وفي كل العالم.
طبعا نقل الخبرات أمر رئيسي، ومن خلال القمة العالمية للحكومات يجري تبادل الخبرات. ما هي أهم النقاط التي ستذكرونها وتشددون عليها في محاضرتكم المقبلة ضمن القمة؟ أنا طبعا أشعر بالإثارة حتى تمكن الشركات من النظر إلى خبراتنا وأن تنظر إلى الحلول وأن تنظر إلى الفرص التي يمكن أن ننشئ بها أدوات تسمح للجميع بتحقيق أحلامهم. نحن ننظر إلى التعليم في العلوم وطبعا وكيف نشجع الأطفال على كيفية استعمال العلوم والتكنولوجيا حتى يؤثروا في مجتمعاتهم وفي دولهم ويعطوا فرصا للعديد من الناس للتقدم إلى الأمام. طبعا التقدم إلى الأمام والأمل يصاحبه أيضا بعض المعوقات والمشاكل، فما هي أبرز المعوقات أمام تطبيق وتطوير هذا الموضوع اليوم؟ طبعا أحد أهم التحديات هو طبعا التوزيع العالمي. نحن طبعا نعيش في عالم متسع ولكنه مترابط، وإذا يجب علينا أن نسهر على أن نوسع أعمالنا كما قلت، ونضمن بأن كل الأدوات الموجودة والآلات الموجودة يجب أن تقدم إلى كل العائلات في الأرض في كوكبنا، وأن نسهل وصول كل الأفراد على هذا الكوكب، وحتى يتمكن كل في المجتمع الدولي أن نصل إليه ونقدم لهم ما يقودهم إلى الأمام دائما. السيد ألبرت مانيرو الرئيس التنفيذي لشركة حلول بلا حدود، شكرا على وجودك معنا.